لكم مشاهدينا أينما كنتم. برنامج مراسلونا في الميدان معكم من تلفزيون فلسطين. هذا البرنامج الذي يسلط الضوء على آخر التطورات الميدانية والأحداث في مختلف محافظات الوطن مع شبكة مراسلينا. الخان الأحمر موجود معنا هذا اليوم، عملية تجريف وحصار لأهلنا المتواجدين هناك، أيضا في الجنوب وفي الخليل وفي مسافر يطا عمليات هدم لمساكن ولمدرسة في خربة تتوانى في يطا. أيضا نكون مع غزة مع بيت لحم، وكالعادة نرحب بشبكة مراسلين المتواجدين معنا هذا اليوم. شبكة مراسلين في الميدان، نرحب بعزمي بنات من الخليل، إسلام الزعنون من غزة، ليالي عبيد من بيت لحم، وكريستين ريناوي من الخان الأحمر شرقي القدس. أهلا بكم مراسلين، ونبدأ مع كريستين ريناوي. وكريستين، منذ ساعات الصباح قوات الاحتلال تتواجد محاصرة لأهلنا في الخان الأحمر، عمليات تجريف، انقلي لنا الصورة حتى الآن. نعم، يتواجد عند على بعد أمتار من مدخل تجمع الخان الأحمر البدوي في هذه الأوقات قوات الاحتلال وجرافاته ما زالت تعمل على الأرض كما تشاهدون في هذه الصور الحية والمباشرة. قوات الاحتلال تغلق الطرقات المؤدية إلى تجمع الخان الأحمر بالسواتر الترابية، وأيضا كان هنالك نصب لسواتر إسمنتية عند المدخل. قوات الاحتلال يتواجدون يعلنون المنطقة منطقة عسكرية مغلقة، بدأوا العمل عند الساعة 9 وحتى الساعة 4 من عصر هذا اليوم سوف يستمر الإغلاق. نتحدث عن الشارع المحاذي لتجمع الخان الأحمر كما تشاهدون في على يسار الصورة الآن. قوات الاحتلال يعني تغلق الطرقات حتى يعني تمنع المواطنين من ركن مركباتهم هنا وقطع هذا الشارع الرئيس للوصول إلى الخان الأحمر. يمنع على أي أحد الوصول إلى الخان الأحمر، طواقم صحفية، طواقم طبية، كان هنالك وفد من وزارة الصحة. ضمن الفعاليات لإسناد تجمع الخان الأحمر كان هنالك فعاليات طبية في قلب الخيمة، منع الاحتلال دخول مركبة هذا الوفد الطبي. كما تشاهدون المنطقة عبارة عن فكنة عسكرية، إغلاق للمداخل المؤدية والطرقات المؤدية لتجمع الخان الأحمر البدوي. أيضا أشير مشاهدينا إلى أن الفعاليات المساندة لتجمع الخان الأحمر بالمقابل متواصلة على مدار أكثر من 22 يوما. يتواجد المواطنون المساندون في قلب الخيمة، يبيتون ويقضون ليلتهم في داخل هذا التجمع للتصدي لأي محاولة هدم أو اقتلاع قد تكون مرتقبة في أي لحظة. على أي حال يعني كما تشاهدون في هذه الصور مركبات للشرطة، شرطة الاحتلال تتواجد، تمنع أحدا من الوصول إلى تجمع الخان الأحمر البدوي. اليوم على مدار هذا اليوم هنالك فعاليات لقيادات نسوية عبارة عن ترفيه للأطفال لنساء هذا التجمع. هنالك أيضا عند الساعة 5 زيارة لأئمة ومشايخ سوف يأتون من مدينة رام الله. أذكر بالأمس كان هنالك مؤتمر العشائر البدوية السنوي العام عقد في قلب خيمة الإسناد والدعم. أيضا زيارة للقوى الوطنية والإسلامية من محافظة رام الله. أشير وأذكر إلى أن الجمعة الماضية أدى المواطنون صلاة الجمعة على أرض الخان، أيضا هذه الجمعة حسب بيان القوى سوف تكون وسوف يقيم المواطنون الصلاة على أرض الخان الأحمر. أشير معي أيضا إلى أن الاحتلال منع قناصل ودبلوماسيين من الوصول إلى الخان الأحمر، وكنت قد أجريت مقابلة مع سفير جنوب إفريقيا لدى فلسطين أشرف سليمان الذي أكد على أن مجيء القناصل هو دعم للفلسطينيين، وهو تأكيد على أن كل هذه الدول هي إلى جانب الفلسطينيين الذين يحمون أراضي دولتهم التي أقرت واعترفت بها قرارات الشرعية الدولية. نتحدث عن أراضي في العام 67 و مجلس الأمن وجمعية العمومية للأمم المتحدة والكل أقر بأن هذه جزء من أراضينا، أراضي دولتنا الفلسطينية. ينضم إلي في هذه النافذة المباشرة لبرنامج مراسلون في الميدان مشاهدينا الوزير وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. أهلا بك معنا. حصار لأهالي التجمع الآن وأيضا للمساندين معه، فعاليات متواصلة، و
لربما أصوات المساندين أعلى من أصوات هذه الجرافات التي تقوم بتجريف وتخريب وتعيث فسادا في المنطقة تمهيدا للهدم بطبيعة الحال. صوت الحق دائما أعلى، ونحن أصحاب الحق في هذه الأرض وفي هذا وفي البقاء هنا وفي العيش هنا، من هؤلاء المستوطنين الذين يرتكبون جريمة حرب، ومن هذه الدولة المارقة التي تدمر وتحطم كل القوانين الإنسانية ولا تحترم لا حق إنسان ولا تطبق مواثيق دولية، لا ميثاق روما، تنتهك ميثاق روما، تنتهك القانون الدولي الإنساني، وتنتهك كذلك اتفاقية جنيف الرابعة التي تنظم وضع السكان الواقعين تحت الاحتلال. ولذلك صوت الحق أعلى دائما، وإن شاء الله هؤلاء الفلسطينيون الذين قرروا الثبات والبقاء ورفض كل الصفقات التي حاول الاحتلال إغراءهم بها وحاول تقديم الأموال لهم لكي يرحلوا، رفضوها بالكامل وقالوا هنا ولدنا، هنا عشنا، هنا سنبقى إن شاء الله. شكرا جزيلا على هذه المداخلة وليد عساف رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، كنت معنا في إطار هذه التغطية. إذا ما هي هذه صورة الأوضاع على الأرض؟ عملية تجريف حصار للمواطنين أهالي تجمع الخان الأحمر، نتحدث عن حوالي 200 مواطن يقطنون في هذا التجمع، نتحدث عن 170 طالب يدرسون في هذه المدرسة الوحيدة المشيدة من الإطارات، كلهم مهددون بالترحيل. القضية تجاوزت أن تكون قضية الخان الأحمر، هي قضية الكل الفلسطيني وأصبحت قضية رأي عام محلي وأيضا دولي بهذا التنديد الذي يعبر عنه الدبلوماسيون والقناصر الذين يجيئون إلى المنطقة ويمنعهم الاحتلال من الوصول إلى الخان الأحمر. كريستين، يعني رغم ارتفاع درجات الحرارة إلا أن أبناء شعبنا سواء كانوا على المستوى القيادي أو على المستوى الشعبي متواجدون على مدار 24 ساعة في الخان الأحمر، ونحن نتحدث عن أسبوع، عن 20 يوما أو أكثر، وبالتالي يحاولوا أن يكون هناك حياة عادية يومية في هذه المنطقة. وهذه الرسالة التي يريدون إيصالها لقوات الاحتلال بأن أهلنا هناك ليسوا لوحدهم ولن يتم الاستفراد بهم هذه المرة. تماما مي، يعني وفي قلب خيمة الإسناد رغم ارتفاع درجات الحرارة ورغم هذه الأجواء إلا أن هنالك تدفق عملي، تدفق فلسطيني، المواطنون يأتون من كل المحافظات. في ساعات الليلة الماضية قدمت حافلة من الخليل، جاء المواطنون، رفعوا العلم الفلسطيني، قطعوا كل هذه المسافات من الخليل إلى بادية القدس من أجل التعبير عن موقف واحد، موقف الكل الفلسطيني برفض اقتلاع تجمع الخان الأحمر. أيضا أشير إلى الأجواء التي تكون في خيمة الإسناد، تعقد اجتماعات مي مع المستوى القانوني، تعقد اجتماعات بين القيادة وبين الشعب الذين هم كتف إلى كتف في هذه المعركة، وشاهدتم كيف أصيب وزراء ومحافظون في إطار هذه المعركة. أيضا مؤتمرات صحفية، مؤتمرات عشائر بدوية، اجتماعات، حتى كأس العالم يشاهده المواطنون في قلب خيمة الإسناد. وهذه رسالة بأن الفلسطينيين يعلمون الحياة، الفلسطينيين هم طلاب حرية، طلاب استقلال، طلاب حياة وليس موت و افتعال أزمات. شكرا جزيلا لك حتى اللحظة، وطبعا تواقمنا في الميدان لها كل التحية. تواجدكم في الخان الأحمر منذ ساعات الصباح حتى منتصف الليل، كريستين ريناو من الخان الأحمر، شكرا جزيلا لك. شبكة مراسلين في الميدان متواجدين معنا، نتوجه إلى الجنوب إلى الخليل. عزمي بنات، وعزمي متواجد وقوات الاحتلال تظهر خلفه والجرافات وعمليات تجريف وهدم في مسافر يطا وتحديدا في خربة توانم. إليك عزمي، ما التفاصيل؟ أهلا بك مي وبكافة السادة المشاهدين، نطل عليكم في هذه اللحظات من خلة الضبع بمسافر يطا جنوب الخليل. قوات الاحتلال ومنذ ساعات هذا الصباح قامت على هدم مدرسة خلة الضبع الأساسية المختلطة والمكونة من 13 طالبا. جرافات الاحتلال كما تشاهدون في الصورة من خلفي قامت على مصادرة هذا الصفيح للمدرسة، وبالتالي مصادرتها ناهيك أيضا عن هدم هذه المدرسة دون سابق انذار، وذلك بحجة أنها أراضي
الدولة وبحجة أيضا عدم الترخيص. هذه الإجراء ليس الأول من نوعه هنا في محافظة الخليل وتحديدا في المناطق البدوية أو المناطق المهمشة، ونستذكر هنا قيام قوات الاحتلال بهدم أيضا مدرسة زنوتة في مدينة الظهرية جنوب الخليل قبل أشهر، وبالتالي اليوم وكما تشاهدون في الصورة قامت على مصادرة هذه المدرسة المكونة من الصفيح الحديدي الذي يضم طلاب من المناطق المهمشة هنا في مسافر يطا. للحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا على الهواء مباشرة السيد نضال أبو عرام رئيس مجلس قروي مسافر يطا، أهلا بك عبر برنامج مراسلونا في الميدان. يعني قوات الاحتلال ومنذ ساعات هذا الصباح وبدون أي سابق انذار قامت على مصادرة هذه المدرسة والتي تصنف ضمن مدارس التحدي والصمود. طبعا زي ما انتم شاهدين وانتم شاهدين من الصبح على اجراءات الاحتلال التعسفي، فهذا الاحتلال يستهدف اي شيء بيتعلق بحياه الانسان في هذه المناطق المصنفه سي للاسف الشديد. فاليوم مدرسه خلت الضبع اللي بوزاره التربيه والتعليم حضرت الكرفانات تبعتها ومجلس قروي الليتواني حضر الارضيه تبعتها فقام مصادرتها رغم انها القضيه في محكمه العدل العليا. فهذا ضمن اجراءات الاحتلال التعسفي باتجاه جميع المناطق اللي مصنفه سي، فبنلاحظ انهم في الخان الاحمر الاغوار مسافر يطا، وبنلاحظ انهم بيركزوا على الشيء الخدمي اللي بيتعلق بحياه الناس. فمثلا يعني في هاي المناطق الناس البعيدين عن مراكز المدن وكذا، فبصادروا المدرسه الوحيده اللي ممكن توفر لهم وسائل التعليم، فانهم بدهم يفرضوا على الناس الجهل، بدهم يفرضوا على الناس انهم يرحلوا من هاي المناطق. وانا اللي بقوله في منطقه مسافر يطا وجنوب منطقه يطا وجنوب منطقه الخليل على الاحتلال ان ييأس من هذه السياسه. فالاحتلال جرب جميع وسائل الاضطهاد والغوغائية من هدم ومصادرة وتدمير في هذه المناطق أكثر من 40 عام في منطقة جنوب الخليل، والناس صمدت في البداية في كهوفة، صمدت في الخيام البسيطة، صمدت في أرضها بالعراء، صمدت بدون ماء وبدون كهرباء وبدون حاجات أساسية. اليوم إحنا بنشعر أنه أقوى من أي وقت مضى، لأنه اليوم عزيمة الإنسان الفلسطيني أنه يستمر ويتعزز صموده في هذه المنطقة، بالإضافة إلى الجهود المستمرة من قبل أصدقائنا في المؤسسات الدول اللي بتآمن بحق الشعب الفلسطيني انه يكون موجود في ارضه، بالاضافه للجهد الرسمي من السلطه الوطنيه الفلسطينيه على راس هيئه مقاومه الجدار والاستيطان، وكمان وزاره التربيه والتعليم المشكوره اللي بتفتح مدرسه في هاي المناطق. طبعا هذا واجب وزاره التربيه والتعليم، ولكن عندما انه تؤمن بحق الانسان الفلسطيني في كل بقعة على الارض الفلسطيني انه يتعلم، فشيء هذا جميل جدا، هذا بيعطي الناس دفعه كبيره للصمود. طيب سيد نضال، يعني هنا لن نتحدث عن اقتصار قوات الاحتلال بقصف المسيرة التعليمية، نتحدث أيضا عن إخطارات للنازل وتجريف للأراضي ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وكان ذلك واضحا من خلال تسليم قوات الاحتلال للمواطن محمد دبابسي بهدم 3 غرف سكنية في منطقة تتوانة والتي لا تبعد سوى أمتار قليلة عن هذا المكان. أيضا تحدثنا عن هذا الموضوع وكيف تتبعون هذا الإجراء الإسرائيلي من الناحية القانونية؟ طبعا الإجراءات الإسرائيلية من ناحية الهدم ومن ناحية المصادرة من ناحية اختارات المنازل لم تتوقف لحظة. فأول أمس زي ما ذكرت أنت حضرت قوات الاحتلال لهذه المنطقة وأعطت اختار بهدم أمر نهائي بهدم إزالة مواطن محمد الدبابسي، وسبقها كمان في دواء إذن مشاهدينا نتابع معكم هذه الصور من يطا جنوب الخليل ومن خربة خلت الضبع بالتحديد، حيث يتواجد مراسلنا عزمي بنات والحديث عن عمليات هدم هذا الصباح. نكمل مع عزمي. نعم مي، إن كنت تسمعيني في هذه اللحظات قوات الاحتلال هذا المكان بعد مصادرة هذه المدرسة. أيضا نكمل هذه الإطلالة مي ونتحدث عن حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال فجر هذا اليوم في بلدة بيت أمر شمال الخليل. قامت على اعتقال 9 مواطنين من عائلة الصبارنة وأبو ماريا وسليبي ومقبل، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة، بالإضافة إلى اعتقال طفلين وهما محمد أبو سنين وهادي دعنا من ساحة المسجد الإبراهيمي الشريف، واقتيادهم إلى مركز تحقيق جريات 4 جاتم على أراضي المواطنين. أيضا هنا على
أمني نتحدث هنا معي عن قيام وزارة الصحة بالتعاون مع الضابطة الجمركية بإغلاق معمل للحلويات وذلك لاحتوائه على أكثر من طن من المكسرات الفاسدة، فيما قامت أيضا وزارة الصحة وبالتعاون مع الضابطة الجمركية والشرطة والأمن الوطني بإغلاق نفق لسرقة المياه في بلدة بيت عوة بمدينة دورة جنوب الخليل. وفي هذا السياق كان صباح هذا اليوم اجتماع في بلدية دورة لمتابعة هذا الموضوع ومتابعة شح المياه وافتقار مناطق الجنوب. نتحدث هنا عن الظهرية ودورة ومخيم الفوار والسموع عن عدم توفر المياه للمواطنين والتي لا تتناسب مع عدد المواطنين وأراضيهم الزراعية. الزميلة سامية أبو شارخ في هذه اللحظات تعد تقرير مفصل عن أزمة المياه في منطقة جنوب الخليل، فيما نعد أيضا تقرير ثاني لنشرة الأخبار القادمة عن عملية الهدم لهذه المدرسة واستهداف المسيرة التعليمية في مدينة الخليل بشكل عام. أخيرا هنا ما نتحدث عن حفل تخريج 44 في جامعة الخليل، سيكون اليوم في ساعات المساء حفل لتخريج الطلبة في الفوج 44 من جامعة الخليل النظامية. هذا كل ما لدي حتى هذه اللحظة، إليك مي. شكرا جزيلا لك عزمي بنات، كنت معنا من خربة خلت الضبع جنوب الخليل وعمليات الهدم التي تجري في هذه المنطقة، نقلت لنا الصورة. نعود إلى شبكة مراسلينا وغزة، إسلام الزعنون تنضم إلينا. أهلا بك إسلام. عدد من الملفات في غزة، الإفراج عن 7 مما كانوا على متن سفينة الحرية، موضوع إضرابات موظفي الأونروا وأيضا الأزمة الاقتصادية الخانقة، تفضل يا إسلام. في البداية تحيتي لك مي وللمشاهدين، وأيضا تحية موصولة للزملاء في الميدان. بالفعل في غزة مجموعة من الملفات تصب جميعها في الاعتداءات الإسرائيلية. أبدأ بمصير سفينة الحرية الثانية التي كانت تخوض معركة تحدي جديدة لكسر الحصار عن قطاع غزة، وهي تعلم أنها لم ترسو في حيث وجهتها، ولكن الاحتلال الإسرائيلي كما مصير السفينة الأولى سفينة الحرية الأولى اعترض هذه السفينة بعدما قطعت 12 ميلا في عرض بحر مدينة غزة، وأيضا اقتاد كل من السفينة وكل من عليها إلى ميناء أسدود في الأراضي المحتلة، وأيضا احتجز 10 من هم على متن السفينة من المرضى والطلاب ومصابي مسيرة العودة، احتجزوهم تقريبا 12 ساعة وتم الإفراج عن 7 منهم وأبقوا في الاعتقال أو الاحتجاز 3 منهم القبطان ومساعده وأيضا آخر من الذين انطلقوا للسفر أو مغادرة قطاع غزة إما للعلاج أو للانعتاق من هذا السجن الكبير الخانق. هذه الخطوات كانت ضمن فعاليات مسيرة العودة الكبرى وكسر الحصار التي تخوض أطول مسيرة منذ 3 شهور، وحتى هذه اللحظات نحن نقترب من اليوم 100 لمسيرات العودة الكبرى الذي سيأتي يوم الجمعة، يحمل التضامن والمساندة لأهلنا في الخان الأحمر وضد الاعتداءات الإسرائيلية الممارسة ضد أهلنا في المحافظات الشمالية بشكل عام. أيضا هناك ملف أيضا من ضمن الحصار أو تجديد العقوبات على قطاع غزة في الوقت الذي تصل فيه الفعاليات والمسيرات أوجها في قطاع غزة لفك الحصار والمطالبة بالعيش الكريم. يقوم الاحتلال الإسرائيلي بتجديد الخناق على قطاع غزة، لا سيما حركة المعبر التجاري وهو المعبر الوحيد في قطاع غزة كرم أبو سالم الذي منع منه الاستيراد والتصدير وأبقوا فقط على مواد غذائية قليلة، حتى الفواكه لا نستطيع استلامها من المعبر، وبالتالي هناك خسارة فادحة للمزارعين، عدا عن انهيار منظومة الحياة في قطاع غزة، لسيما أن الوضع الاقتصادي أصلا هو منهار، ومع هذا تجديد الخناق سنكون أمام أزمات أكبر من الموجودة، وغزة على شفا حفرة من الانهيار التام. أيضا كان هناك تجديد الخناق
والقيود في الحدود الغربية لقطاع غزة، حيث تقليل أو تقليص مساحة الصيد للصيادين من مساحة 9 ميل بحري إلى 6 أميال بحرية، عدا عن الانتهاكات المتكررة وملاحقة الصيادين في عرض البحر من بيت حانون شمالا أو من الشمال وحتى الجنوب رفح. أيضا إذا ما انتقلنا للاعتداءات الإسرائيلية اليومية على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة والذي يبلغ أكثر من 64 كيلو متر من بيت حانون، كان هناك توغل داخل حدود قطاع غزة لعشرات المترات صباح هذا اليوم، وعمليات تمشيط وأيضا وضع أسلاك جديدة تمهيدا لقمع المسيرات، مسيرات العودة يوم الجمعة. إذا ما اتجهنا إلى الجنوب رفح بالتحديد، لا زالت عمليات الحفريات والتمشيط لأكثر من 12 جرافة دخلت حدود قطاع غزة للتمشيط، وأيضا وضع سواتر رملية جديدة للتصدي لمسيرات العودة التي لا زالت مستمرة في على طول الشريط الحدودي لقطاع غزة. بالانتقال إلى الملف الثاني وهو أيضا يعصف وضمن أزمات القطاع، وهي أزمة الأونروا التي تعاني من أزمة مالية كبيرة بعد تخلي أمريكا عن الالتزامات المالية، وهي تشكل المانح الأكبر لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. غدا سيكون عند الساعة 10 عند مقر الوكالة الرئيس في مدينة غزة مسيرة ضخمة ضمن تصعيد الخطوات الاحتجاجية على تقليص الموظفين والخدمات، لا سيما وقف البرنامج الطوارئ، وبالتالي سيقف معه أو سيهدد مصير نحو 1000 موظف تابع للأونروا خلال نهاية هذا الشهر أو الشهر القادم. أيضا وصل اتحاد موظفي الأونروا بتهديد أن هناك أكثر من 22,000 موظف في كل مناطق الأونروا الخمسة مهددين بوقف العمل خلال الأشهر القادمة، وهذا الأمر سيضع أيضا غزة في بوتقة الخناق الكبير والحصار الكبير وسياسة التجويع الموجودة في قطاع غزة من خلال الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا الأزمة التي وضعت أمريكا الأونروا فيها لتصفية قضية اللاجئين في كل مناطق وجود نتحدث عن الموضوع الاقتصادي أيضا إسلام. إذن هذه مي مجمل الأحداث في قطاع غزة. نعم تحدثنا عن تحدثنا عن الموضوع الاقتصادي وتحدثنا عن الأونروا وتحدثنا عن سفينة الحرية. شكرا جزيلا لك إسلام الزعنون، كنت معنا من قطاع غزة وأجملتي لنا هذه الملفات الثلاثة. نتوجه إلى بيت لحم وإلى الزميلة ليال عبيد. والخضر هذه المرة اقتحام منزل وتحويله إلى ثكنة عسكرية من قبل الاحتلال. إليك ليال. أهلا بك مي وأهلا بكافة السادة المشاهدين. بالفعل الاحتلال يقيم نقطة عسكرية على أحد منازل المواطنين في بلدة الخضر جنوب بيت لحم تحديدا في منطقة جبل أسود. الاحتلال يعني أبلغ المواطن يوسف موسى بضرورة تنفيذ القرار في الوقت الذي يستعد فيه المواطن موسى للسكن في هذا المنزل. كان هناك يعني أطماع احتلالية ومضايقات عدة لهذا المواطن كون منزله محاذي لجدار دار الضم والتوسع الاستيطاني وأيضا مطل على شارع 60 الاستيطاني. هذه صورة الوضع فيما يتعلق بإقامة نقطة عسكرية على أحد منازل المواطنين في بلدة الخضر. وفي سياق آخر أيضا اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم وقامت باعتقال الشابين جواد وشاهر تقاطقة بعد مداهمة منزلهما والعبث بمحتوياتهما. هذه إجمالا صورة الوضع مي من محافظة بيت لحم وعودة لك. شكرا جزيلا لك ليال عبيد، كنت معنا من بيت لحم ومن ساحة المهد بالتحديد. وشكرا لكم مشاهدينا، كنا مع شبكة مراسلينا في الميدان. الختام كان مع ليال عبيد والبداية كانت مع كريستين ريناوي، ثم توجهنا إلى الخليل ومن بعدها إلى غزة. واجملوا لنا آخر التطورات الميدانية خلال هذا اليوم الأربعاء. في أمان الله.